أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من أميرة في المطبخ. النهاردة عندنا وصفة خفيفة مكرونة هنعملها بالموتزاريلا، وبعد كده هنعمل مع بعض كيكة الجزر الكاروت كيك، وهنعمل معاها الفروستنج بتاعها اللي بالكريم تشيز عشان انتوا طلبتوه كتير جدا، مع الاعتذار لغادة التلي هعمل حاجة على قدي. هنبدأ أول حاجة بالمكرونة، مكرونة مسلوقة، موتزاريلا قطعة يعني كور قطعة واحدة، زيتون أسود مخلي، طماطم تشاري، ثوم مفروم، بقدونس مفروم، زعتر فريش، وأوريجانو. هنستخدم زيت زيتون وهنستخدم ملح وفلفل أكيد. هنسخن أول حاجة الحلة عشان ندي بقى فرصة إن احنا نعمل الكيك، وأقول لكم كل التفاصيل بتاعتها. فأول حاجة هنا هنحط زيت الذرة، زيت الزيتون مش الذرة، زيت زيتون، ونحط الثوم. طبعا احنا عايزين نشوح الثوم بس مش تشويحة جامدة، مش عايزة يغير لونه بس تطلع ريحته وخلاص. ملح، فلفل، أوريجانو، زعتر، زعتر، والثوم. نقلب بقى كل ده لحد ما بس نشم ريحة الثوم. وفي الوقت ده خلينا نصغر شوية الموتزاريلا، يعني مثلا على 2 أو على 4 حسب حجم الجبنة نفسها. والموتزاريلا انا مش هحطها على النار، انا هحطها على المكرونة اول ما اطلعها عشان تبقى يعني تسيح على سخونية المكرونة، بس مش عايزاها تتلسع على النار. كده حلو قوي. الثوم جهز، اوكي. نزل بقى شوية من البقدونس، الطماطم هنقسمها نصين وننزلها هنا برضو عشان اخد منها العصير بتاعها. مش هقسمها كلها، هقسم جزء وهسيب جزء صحيح. الزيتون، بعدين المكرونة. ندي بقى رشة تانية من البقدونس، نرفع من على النار ونحط الجبنة تقليبة واحدة. تقليبة واحدة بس مع السخونية ونغرف على طول. مفيش أسهل ولا أسرع من كده. نغرف بقى. نحطها هنا. ونعمل لها الجارنش بتاعها، نحط بقى شوية من الموتزاريلا الفريش.
والطماطم بس خلاص. دي المكرونة بتاعتنا. تعالوا بقى نتكلم عن الكارت كيك أو كيكة الجزر. أوكي، أول حاجة هنعملها للكارت كيك هي السبونج اللي بنعمله لأي تورتة أو أي تورتة احنا عايزين نعملها بنعمل لها سبونج في الأول. فالمقادير هتنزل حالا على الشاشة. عبارة عن ايه؟ بياض بيض هيتضرب الأول كويس قوي مع ذرة ملح، ولما يبتدي يعمل مرنج هننزل عليه السكر واحدة واحدة. وعندنا هنا 7 صفار بيض، معاه بيضة كاملة ومعاه شوية برضو من السكر، هيتضربوا مع بعض لحد ما يبقوا كريمي. بعد كده هنبتدي ننزل المرنج على الصفار البيض واحدة واحدة، من غير ما ننزل كل الفوليوم أو كل الهواء اللي احنا دخلناه جوه الاتنين خليط. بعد كده هنخلط الدقيق مع الجزر مع البندق مع القرفة. تقدروا في التوابل بتاعة كيكة الجزر تحطوا مع القرفة شوية من جوزة الطيب، شوية من الـ7 بهارات. يعني ساعات بنعملها كده وساعات بنكتفي بالقرفة بس، دي اختيار بتاعكم انتوا، بس ما تكتروش. مع البندق ممكن نحط عين جمل أو بداله ممكن نحط عين جمل، وممكن نحط زبيب. يعني بقى دي اختيارات احنا هنعمل لكم دلوقتي الاساسي، وانتوا بعد كده تقدروا كل مره تعملوها بحاجه. نطفي بقى هنا عشان احنا سايبينه شغال، ونبتدي هنا نحط بياض البيض، هنحط معاه ذره الملح، ونشغل ونسيبه يعيش حياته. في الوقت ده انا هضرب هنا الصفار البيض مع البيضه الكامله مع مقدار السكر. مش هتكلم بقى عشان هيبقى الدنيا دوشة قوي عليكم. هنا انا حطيت صفار البيض والبيضة الكاملة وهحط معاهم السكر. انا مش مستخدمة فانيليا في الوصفة دي لانه عندي كمية كبيرة من القرفة، فمش هحط فانيليا. يعني لو احنا هنعمل سبونج كيك عادية بليز حطوا فانيليا. البياض البيض خلاص، خلوني اوريه لكم. بدأ اهو يعمل ابيض ويبتدي يمسك نفسه، ف هقلل شوية السرعة وهنزل واحدة واحدة هنا، وهرجع أضرب هنا تاني، متقلقوش. تعالوا ده هنا جاهز. هنضرب بقى ده شوية لحد ما اللون يفتح ويبقى زي الكريمة، مش سايب كده، يبقى زي الكريمة. هضرب ده على مهلي، مش هعمل حاجة من غيركم. هستناكم بعد الفاصل يكون الخليط بتاع صفار البيض جهز. استنونا. اهلا بيكم معانا بعد الفاصل. احنا خلاص عملنا زي ما قلنا لكم كده، المرنج خلاص اهو مسك نفسه، وخليط البيض او صفار البيض مع السكر برضو. هنبتدي دلوقتي بقى ننزل ده هنا بالراحه خالص، و
في بولة هنا المقدار بتاع الجزر، المقادير هتنزل عندكم بالظبط، والدقيق مع القرفة والبندق. البندق بس هنديله ضربة خفيفة في الكبة، هنحطه هنا في الكبة، نديله ضربة كده تمام، مش أكتر من كده. نزله برضو هنا مع الدقيق والجزر والقرفة. البندق محمصينه شوية، مش كتير قوي لأنه لسه هيخش الفرن، بس هو متحمص شوية. هننزل بقى هنا واحدة واحدة، ننزل ونخلط بشويش خالص يا جماعة من فوق لتحت، واحدة واحدة عشان ما ننزلش كل المجهود اللي احنا عملناه في الضرب ينزل مننا. نعمل كده وبعدين ننزل كمية كمان وهكذا. الكيك ده هيتخبز في فرن 180 لمدة مثلا نقول نص ساعة للحجم ده. ما نفتحش الفرن قبل تلت ساعة أبدا أبدا أبدا، ولما نفتح برضو الفرن كونوا حذرين ان انتوا ما تفتحوش الفرن مرة واحدة، يعني كله الباب كله، فتطلعوا كل الهواء السخن من الفرن. وطبعا طريقة معرفة الكيك انه استوى او لا معروفة، بخلة سنان كده في نص الكيك. اهم حاجة نوصل لاخر الكيك، ما ناخدش اوله بس، لانه لو هو مش مستوي بيبقى مستوي من فوق ومن تحت، والنص هو اللي مش مستوي. فتأكدوا ان انتوا تنزلوا للاخر عشان تتأكدوا ان هو اذا كان مستوي او لا. لو طلعت خلة السنان نظيفة يبقى مستوي، لو طبعا في لسه عجينة يبقى محتاج سوى زيادة. بعد بقى ما خلطنا المقدار كله مع بعضه كده، انا بس هنقله في الاكبر لان لسه كمان هنزل عليه ده، فهننزل ده هنا وهننزل عليه المقدار التاني. الفروستنج بقى عبارة عن ايه؟ وده كريم تشيز فروستنج، او الفروستنج اللي معمول بالجبنه الكريمه، وده طبعا يتحط، هو مشهور قوي مع كيكه الجزر، لكن بيتحط مع اي كب كيكس او كيكس انتوا عايزينها. برضو المقدار هينزل بالظبط على الشاشه، لكن هو عباره عن زبده، سكر بودره، لو وشويه فانيليا، وبعدين ده هيبقى الفروستنج بتاع الباتر فروستنج اللي هو كيك كريمة الزبدة. عايزين بقى نحط لها بعد كده الجبنة الكريمة، يقلب على طول الكريم تشيز فروستنج. المقادير هتنزل بالظبط. هنعمل ايه؟ هنبتدي ننزل المقدار ده واحدة واحدة ونخلط. والكتل دي مش دقيق، دي بندق. واحدة واحدة ونخلط. بعد كده هنحط الخليط ده في صينية تكون يعني هي ما بتلزقش، تفلون، يا ندهنها شوية من الزيت أو الزبدة، شوية من الدقيق تعفيرة، و ندخلها الفرن زي ما قلت لكم على درجه حراره 180 لمده من نص ساعه لساعه الا ربع، حسب الفرن وحسب الصينيه وحسب الفرن فيه اسمها ايه دي، مروحه ولا لا. نخلط تاني اخر بقى خلطه لاخر مقدار، وبرده من فوق لتحت، نطلع الصينية بتاعتنا تمام كده. اتأكد بس من تحت لفوق خالص مفيش حاجة مش مختلطة معايا كويس
كده تمام. نجيب بقى الصينية بتاعتنا ونحط فيها المقدار. لو انتوا عايزين الفروستنج اللي احنا هنعمله ده ما يبقاش من بره بس وتحشوها من جوه كمان، مفيش مشكلة خالص، بتستنوا لما تبرد وتقسموها، او تقسموا المقدار ده على صينيتين، يعني الصينية دي صغيرة على المقدار ده، فتقدروا تجيبوا صينية قدها بالظبط وتقسموا المقدار على صينيتين وتدخلوها الفرن، وبعد كده تحطوا الفروستنج في النص والطبقة التانية، وبعدين نزين بنفس الفروستنج. هننزل هنا الكيك كده، ونخلي بالنا طبعا ان الكيك هيرتفع لان ده سبونج كيك ومضروب كويس ومخدوم كويس، فهيرتفع، فنسيب له مساحة، والباقي ده نحطه في صينية تانية وندخل الفرن. اوكي، الفروستنج عبارة عن ايه بقى؟ المقادير بالظبط هتنزل على الشاشة. الزبدة بتاعتنا وتكون في درجة حرارة الغرفة عشان نقدر نضربها بسهولة، معاها الفانيليا، معاهم السكر البودرة، ونضرب الأول على سرعة خفيفة طبعا عشان السكر، وبعدين نبتدي نسرع. اما يبتدي يختلط كده هنجيب بقى الكريم تشيز بتاعتنا، وزي ما قلت لكم انتوا عند المرحله دي تقدروا تكملوا ضرب لحد ما تبقى كريمي خالص وخلاص، تزينوا بيها، تحطوا لها كاكاو، تبقى بالشوكليت زي ما انتوا عايزين خلاص، يعني دي نقدر نزين بيها. لكن احنا هنحط لها دلوقتي التشيز كيك، ومش التشيز كيك، الكريم تشيز اللي هي الجبنه الكريمه، ونخلطها معاهم. كويس قوي كده، بقت جاهزه. وكل طبعا ما هنضرب كل ما هتطرى ازيد، وبقت جاهزه ان احنا نزين بيها. الكيك ده هيطلع شكله ايه؟ اما يطلع ويهدى خالص يبرد هنزينه، سواء من بره بس او تقسموه زي ما قلت لكم، او لو عملتوا صينيتين و تحطوا عليه الفروستنج اللي احنا عملناه بالزبده والسكر فانيليا والجبنه الكريمه. وبعد كده الجزر ده احنا اخذنا شويه من الجزر المبشور، وعلى النار بسيرب يكون تقيل، يعني مثلا نقول لكل كوبايه سكر نص كوبايه ميه، نرفعه يغلي، اول ما يتقل خالص ننزل فيه شويه من الجزر ونصفيه، فيبقى جزر يعني مسكر كده او زي المربى شويه، ونزين بيه. احنا حطينا بس فراوله عشان نكسر بس اللون مش اكتر، تقدروا تكتفوا بالجزر. اتمنى كل الوصفات تكون عجبتكم. تابعونا على cbcsofra.com، الفيسبوك cbcsofra او اميره في المطبخ. استنونا في حلقات جديده ان شاء الله. باي باي.